إذن عن القمة 15 لمجموعة بريكس المنعقدة في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، وما يمكن أن ينتج من هذه القمة. ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي. أستاذ عبد الحافظ، حياكم الله. على رأس جدول أعمال القمة توسيع عضوية المنظمة، ولكن لماذا ترددت المنظمة في توسيع المنظمة وهي التي تأسست بشكلها الحالي منذ عام 2011؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك يرجع لعوامل كثيرة. أن المجموعة في بداية عملها تريد التأسيس وإقامة تكتل قوي وبناء علاقات يمكن البناء عليها في إطار الأهداف الكبرى المعلنة. فأنت حينما تتحدث عن سعي هذه المجموعة لإحداث تغيير في النظام الاقتصادي العالمي، لا يكون ذلك إلا من خلال علاقات اقتصادية تكاملية قوية جدا، بينما الواقع لم يشهد هذه الخطوات. فنحن في إطار الأدبيات المعروفة عن تجارب التكامل الاقتصادي، لابد أن تكون هناك منطقة تجارة تفاضلية، ثم منطقة تجارة حرة، ثم اتحاد جمركي، ثم سوق مشتركة، ثم اتحاد اقتصادي كما هو الحال في التجربة الأوروبية، ثم اندماج بين أعضاء التكتل. لكن في الحقيقة نحن الآن أمام صورة من صور ما يمكن أن نسميه تعاون اقتصادي وليس تكامل اقتصادي، لأنه إلى الآن لا توجد منطقة تجارة حرة بين دول البريكس، ومعظم دول البريكس ترتبط بأوروبا وبأمريكا على وجه التخصيص في مسألة التجارة الخارجية. فحينما نستمع اليوم في القمة إلى رقمين متضادين، يتضح لنا أن المجموعة أخذت زخما إعلاميا أكبر من الواقع الذي تعيشه. فالرئيس جنوب إفريقيا قال أن حجم التجارة البينية لدول البريكس بلغ 162 مليار العام الماضي، 162 مليار دولار، بينما بوتين الرئيس الروسي قال أن التبادل التجاري لدولته فقط مع دول البريكس بلغ 280 مليار دولار. يعني إذا ما اعتبرنا أن الرقم الذي تحدث عنه رئيس جنوب أفريقيا يخص عام 22، وأن بوتين يتحدث عن أداء دولته في 23، فهذا لا يرجع إلى زيادة التبادل التجاري بين دول الأعضاء ككل، ولكنه يرجع إلى أن روسيا تعاني عقوبات اقتصادية، وأن الفرصة البديلة أمامها أن تتجه بتجارتها إلى دول البريكس، وبخاصة في ظل العقوبات المالية المفروضة عليها ومحاولتها للهروب من الدولار وما يفرض عليها من تحديات في نظام سويفت، فذهبت إلى اليوان وذهبت إلى تبادل تجاري بالعملات المحلية. فمسألة انضمام أعضاء أخرى قد تحمل المجموعة أعباء، وبخاصة أن الدول المنضمة ليست في حجم الصين ولا في غيرها، فالصين تمثل 70% من أداء المجموعة ككل، سواء في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي أو في حجم التجارة الخارجية على مستوى العالم. فبينما مثلا نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لجنوب للصين يصل إلى 17.7 تريليون، نجد أن جنوب إفريقيا ناتجها المحلي الناتج المحلي لها لا يتعدى 480 مليار. أستاذ عبد الحافظ، على ذكر التعاون الاقتصادي وليس التكامل الاقتصادي بحسب ما تفضلتم به، على جدول أعمال القمة فكرة عملة موحدة لأعضاء المجموعة، ما مدى إمكانية تنفيذ هذه الفكرة في الوقت الراهن؟ يعني الذي تمنى طرح هذه الفكرة هي روسيا من خلال وسائلها الإعلامية، وكما نعلم أن هناك حرب إعلامية وحرب على الأرض في أوكرانيا، وإن كانت الحرب على الأراضي الأوكرانية إلا أنها حرب بالفعل بين روسيا من جهة وأمريكا وأوروبا من جهة أخرى، ونحن نعلم حجم العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ومعاناتها من هذه الأزمة.
ففي البداية أعلنت روسيا عبر وسائل إعلامها أن ثمة قرار قد اتخذ في قمة جنوب إفريقيا بشأن العملة الموحدة للبريكس، ثم تراجعت وقالت أن الأمر مجرد أنه معروض للنقاش والدراسة. ولكن في الحقيقة حينما ننظر إلى القواعد العملية والنظرية لأن يصل تكتل ما إلى مرحلة الوحدة النقدية وأن يكون هناك عملة موحدة، فلابد أن تسبقه إجراءات كثيرة كما ذكرت، من منطقة التجارة الحرة، اتحاد جمركي، سوق مشتركة تسمح بتبادل الاستثمارات بين دول التكتل، تسمح بتنقل الأفراد بين دول التكتل، أن يكون هناك وحدة في السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الاقتصادية، ثم يكون هناك مرحلة الاتحاد التي ينطلق فيها العملة الموحدة كما شاهدنا في تجربة الاتحاد الأوروبي، فظلت المراحل تكتمل الواحدة بعد الأخرى، وفي عام 2000 صدر اليورو كعملة لتكتل الاتحاد الأوروبي، بينما تجربة بريكس أمامها مراحل كثيرة وكبيرة وإجراءات يجب أن تتخذ على الأرض للتوحيد السياسات الاقتصادية، الاقتصاديات المالية، وسمت تعارضات كثيرة بين التوجهات الاقتصادية والممارسات بين دول البريكس تضع كثير من التحديات أمام انطلاق عملة موحدة في هذا التوقيت أو حتى في الأجل القصير أو المتوسط، أي أننا نتحدث حتى في إطار 5 سنوات. نعم. أرى أن تكتل بريكس يعجز عن أن يصل إلى مرحلة العملة الموحدة. هناك من يقول ويطرح أنه يمكن للمجموعة أن تخترق النظام الاقتصادي والنقدي الغربي، هل هذا وارد أستاذ عبد الحافظ؟ يعني إذا يعني دققنا في المصطلحات أو الكلمات أو المفردات بشكل ما، فالاختراق شيء والاستبدال شيء آخر. يعني أن يمكنك أن تحدث اختراق في شيء ما، لكن أن تقدم بديلا له أو أن تصبح أنت البديل له، فهذا أمر يحتاج إلى كثير من الجهود. نعم، انطلقت خطوة يجب أن نأخذها في الاعتبار، وهي بنك البنية الأساسية الذي انطلق منذ عدة سنوات وأصبح يقدم قروض للدول النامية ولدول البريكس ولبعض الدول الصاعدة الأخرى، ولكن أمامه مراحل كثيرة حتى نصل إلى مسألة أن يكون لدينا نظاما نقديا بديلا، أو أن البريكس تنجح في تقويض النظام النقدي القائم الآن والذي تقوم على أمره المؤسسات المالية الدولية وتخدم فيه مصالح أمريكا وأوروبا بشكل كبير، وهي مؤسسات مسيسة أكثر منها مؤسسات اقتصادية. أستاذ عبد الحافظ، متى يمكن للمجموعة أن تتجه نحو التكامل الاقتصادي فيما بينهم؟ ما هي الظروف التي تساعدهم على ذلك؟ يعني أنا أشعر أحيانا أننا ننساق أمام الحملات الإعلامية بشكل كبير. نعم. يعني وبخاصة أننا في حاجة إلى حالة نجاح بالنسبة لدول الجنوب أو الدول النامية، فنحن في 50s, 60s, 70s, 80s رأينا كثير من التكتلات المرتبطة بدول الجنوب أو بالدول النامية، مثل مجموعة عدم الانحياز، ومثل مجموعة 77، ومثل مجموعة 15، ومثل مؤتمر التنمية والاستثمار الأونكتاد، ولكن كل هذه كانت صاحبة إنجازات في الأجل القصير ولم تمتد في الأجل المتوسط والطويل، ولم تكن قادرة على إحداث تغيير، ولكنها كانت صاحبة مجموعة من المطالب كما نرى الآن في حالة البريكس. يعني نلاحظ أن عضوية البريكس لا يترتب عليها أي التزام بالنسبة للدولة العضو فيها من الناحية السياسية أو الاقتصادية، أكثر من أنها تدفع رسم العضوية. عبر سكايب من اسطنبول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، شكرا جزيلا لكم.